الذي يغير فجأة طبيعة الإنسان. فجأة. تعرفوا الإنسان كيف بيتغير بهذا الكتاب؟ فجأة. فجائي. هذا هو الدليل الأعظم. أنا دائما بتحدى الناس اللي عندهم غير كتب إنهم تعرفوا شي كتاب آخر بيغير طبيعة الإنسان فجأة دلوني عليه لحتى أنا أقرأ فيه أيضا. بعد لحد هلأ ولا حدا من أي ديانة ما أجابني على هذا السؤال. أتعرف كتابا آخر يغير طبيعة الإنسان فجأة؟ بيقولوا لي ما بنعرف. بيقولوا أنا بعرف. هذا الكتاب غيرني وغير الملايين من الناس. غير طبيعتي وغير طبيعة الملايين من الناس فجأة. آية واحدة كان سبب تغيير كل المؤمنين على مر العصور. أغسطينوس. Who doesn't know Saint Augustine? اتغير. هذا منسميه عنا باللبناني كان نسوانجي أمرجي سكرجي. مثل ما أنا كنت. اتغير فجأة. قري آية واحدة بالكتاب أغسطينوس. رومي 13-13. Romans 13-13 was the verse that changed Saint Augustine. قري هالآية قال وتبكت لأنه أمه كانت بتصلي له. قري هالآية بتقول لي نسلك بلياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد. اتبكت ارتعد خاف أغسطينوس. تاب أغسطينوس وصار القديس أغسطينوس اللي كان من أعظم أبطال الإيمان في القرون الأولى. مارتن لوثر ذلك الكاهن الناسك الحزين الخائف اللي كان عم يدور على طريقة لكي يتبرر أمام الله وجد ضلته في آية واحدة رومانز 1:17 رومي الإصحاح الأول عدد 17 قري فيها ما يلزمه. بيقول فيها لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. وجد مارتن لوثر ما يبحث عنه أن البر هو ليس بر بشري لكن بر إلهي بالإيمان بيسوع المسيح. اتغير مارتن لوثر وابتدأت النهضة اللي بنعرف عنها التي أتت على يد مارتن لوثر. جوناثان إدواردز هذا الذي كان أشهر واعظ بأمريكا الذي وعظ العظة الشهيرة Sinners in the hands of an angry God. خطاة في يد إله غاضب. جوناثان إدواردز اتجدد من آية واحدة تيموثاوس الأولى 1:17 1 Timothy 1:17 قري فيها بيقول اللي بتقول وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. ركع جوناثان إدواردز وأعلن ولاءه وحبه لهذا الإله الوحيد الذي له الكرامة. كلام هذا الكتاب يغير طبيعة الإنسان فجأة. فجأة. شوفوا الرب يسوع بيقول جون 17 فرس 14 بيقول أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أنني أنا لست من العالم. أنا قد أعطيتهم ماذا؟ كلامك. الرب يسوع ترك لنا كلامه لكي يغيرنا عن هذا العالم. وما في غير هذا الكلام يا أحبة اللي بيغير الناس من هذا العالم. منصير ليسوا من هذا العالم. منصير من جماعة ليسوا من هذا العالم لأن هذا العالم يا أحبة ونحن بعد ما تجددنا من وراء كلام الرب نصبح أعداء. نصبح هن بعالم ونحن بعالم آخر. المسيحي يبدأ حياته إذ يتعرف على الرب يسوع المسيح أنه هو المخلص الوحيد وأنه هو خاطئ. إنسان خاطئ بيجي للرب يسوع وبيتغير وبيرتعد وبيخاف وبيتمسك بالمواعيد وبياخذ الطبيعة الثانية ويتبدأ حياة جديدة ويبدأ يتعرف بعد هذا أن هناك خطر في العالم. بصير يعرف أساليب إبليس. بصير يعرف مخاطر العالم. بصير يعرف أن هذا العالم يريد أن يبعده عن مصدر البركة. بصير يعرف يفتح التلفزيون بيعرف هذا شيء وهذا شيء. بصير يسكر التلفزيون يتعلق هون. بيعرف أن في هذا العالم شهوة الجسد
شهوة العيون تعظم المعيشة، الجسد the flesh من الداخل، العيون من الخارج، تعظم المعيشة، كل فخ لكل إنسان يريد أن يعظم نفسه، يعرف أنه هذه فخاخ من إبليس، وبيعرف أنه ما فيش إلا هناك كلام واحد ينعش وينير ويأتي به إلى المراعي الخضر وإلى مياه الراحة يريدني، وبيجي بيتعلق بهذا الكتاب وبيمشي المسيرة التي ترضي الرب. إن ما يغير الإنسان ليولده ثانية في المسيح، وإن ما يثبت الإنسان بعد ولادته في المسيح هو هذا الكتاب. لهيك الكتاب بيقول أنه لم تأتي نبوة قط بإنسان، بل تكلم أناس الله مسوقين بالروح القدس. الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد في العالم، وفيكم تتحدوا أي شخص بالعالم، الذي يغير طبيعة الإنسان فجأة. ثاني أمر أريد أن ألفت انتباهكم عن عظمة هذا الكتاب، أن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يرتفع فوق كل أفكار الإنسان. فيش فكر بيوصل لفكر الكتاب. تعرفوا العلماء بيقولوا في شوية معلومات هون علم مظبوط، واللي بيدرس جغرافيا بيقول لك في جغرافيا، واللي بيدرس تاريخ بيقول لك في تاريخ، لكن إذا اطلعت بكل الكتاب تراه يسمو يعلو عن كل فكر بشري. لم تصل أفكار بشرية إلى سمو هذا الكتاب. عشان هيك قرينا هذه الآية في البداية، بتقول في إشعياء 55 عدد 8، Isaiah 55 verse 8، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. verse 9، لأنه كما علت السماوات، verse 9 Isaiah، السماوات على الأرض هكذا علت طرقي عن طرقهم وأفكاري عن أفكاركم. تعالوا نعلو عن هذا العالم المائت الزائل، تعالوا نعلو عن هذا العالم الخربان اللي ما فيه إلا أخبار سيئة. افتح التلفزيون، عم تتضايقوا هالأيامين بالتلفزيون ولا لا؟ صدقوني شيء بيتعب. امبارح أنا ومرتي فتحنا التلفزيون شوي، بعدين قلت لها تعبت، قالت لي أنا تعبت كمان. بعد شوي قالت لي بعد ساعتين قالت لي في أخبار، بعد قلت لها خلص أنا أخذ جزء من التعب اليوم. أشكر الرب على التعب. تعب! هذا العالم متعب! لكن في هذا الكتاب أفكار أخرى سماوية ترفعك عن هذا العالم. نيالك طباك إذا كنت بتتعلق بهذا الكتاب. بتعرفوا أنه هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي أنت تحتاجه لكي تكون متأهبا لكل عمل صالح. 2 تيموثي chapter 3 verse 16 بيقول كل الكتاب هو موحى به ونافع للتعليم والتوبيخ والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. verse 17، ماذا نحتاج؟ نحتاج أفكار سماوية، نحتاج أفكار تعلينا عن هذا العالم الخربان والتعبان والمتعب واللي ما بيجيب إلا التعب. وبعدين لحتى نقول طب هذا الكتاب من يؤكد لنا أن هذا الكتاب هو كتاب الله؟ تعرف مين بيأكد لك؟ الكتاب نفسه. الكتاب لا يحتاج إلى دليل آخر خارجي لكي يؤكد لك أن هذا الكتاب كتبه الله. في أحد الخدام انسرقت الحقيبة تبعه، كان فيها كتاب جلد من برا هيك، وكان فيها محفظة نقود. بعد شوي بعت له اللي سرق له الحقيبة، بعت له المحفظة النقود، خلى عفوا بعت له بالاسم، بعت له الكتاب، لكن أبقى معه محفظة النقود. الخادم علق على هذا الموضوع، قال هذا السارق غبي غبي، لأنه رد لي الكتاب المقدس اللي هو أغنى من كل نقود العالم، لكن احتفظ بحبي محفظة فيها كم دولار ورجع لي الكتاب المقدس. غبي من يتعلق
بكل ما في هذا العالم ويترك الكنز الأعظم الذي هو مدخر لنا في أيدينا. ما بدنا دليل إلا هذا الدليل، ما عندنا دليل إلا هذا الدليل. هذا الدليل في الكتاب، يقول لنا أن الكتاب هو كتاب الله، وأكبر دليل يؤكد لنا هذا هو الكتاب بنفسه، لأن الأدلة الداخلية في الكتاب تؤكد أن الكتاب مكتوب من الله. ماذا الدليل؟ إنه الشمس بتضوي. خذ مصباح لقلك وجرب نير الشمس، مين بيقدر ينير الشمس بمصباح؟ ما هي الشمس بتنير لوحدها، الكتاب ينير بنفسه، لا يحتاج إلى دليل آخر. شأن الذي يبحث عن دليل لكي يؤكد أن الكتاب كتبه الله، شأن الأعمى الذي لا يرى النور، بتقول له طب شوف النور، بيقول لك ما عم بقشع، مش ما بدوش نور أكتر. شأن هذا الأعمى يريد عيون لتبصر هذا النور. إذا أحد قال لي اعطيني برهان عن العسل، بقول شو بقول له أنا؟ بقول له دوق العسل، دوق العسل، لأنه ال 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 الموضوع موضوع انك تدوق. لهيك الكتاب بيقول مزمور 34 34 verse 8 بيقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. Oh, taste and see how good is the Lord. Blessed is the man that trusts in him. صحيح هذا الكتاب كتب على يد 40 كاتب على مدة 1500 سنة، لكن وكأنه مكتوب بيد واحدا فقط، وفي آن واحد. كتاب غير اعتيادي، يعلو عن كل أفكار البشر، حتى الذين كتبوه لم يعوا كليا ما كانوا يكتبونه. تعرفوا أن موسى لما كتب عن الأسفار الخمسة، عن الأعياد وعن الرموز وعن التقاليد، ما كان فهمان شو عم يكتب، ما كان فهمان شو عم يكتب. داود بنفسه لما كتب المزامير، مثلا مزمور 22 كتب عن الصلب، Psalm 22 verse 16 بيقول فيها ثقبوا يدي ورجلي، they pierced my hands and my feet. بتعرفوا انه داود بهداك الوقت ما كان يعرفوا عملية الصلب، انكتبت 1000 سنة قبل صليب المسيح. ثقبوا يدي ورجلي، ما كانش معروفة عملية الصلب بثقب اليدين والرجلين، ما كانوا سمعانين فيها، اتعلموها فيما بعد من الرومان، لكن كتبت 1000 سنة قبل عملية الصلب. فداود لم يكن يعي ما يكتبه بالكامل. وفي مزمور 16 عدد 10 Psalm 16 verse 10 يتكلم عن القيامة، يقول فيها لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. لم يكن داود يتكلم عن نفسه، كان يتكلم عن شخص آخر سيقوم من الموت، اسمه يسوع المسيح. مزمور 110 Psalm 110 verse 1 بيقول فيها قال الرب لربي اجلس عن يميني. The Lord said to my Lord sit on my right hand. سأل الرب يسوع فيما بعد الناس، قالوا له من تظنون أن المسيح هو؟ قالوا هو ابن داود. قال كيف يسميه داود؟ ربي. فيقول قال الرب لربي، إن كان ابن داود فكيف يسميه رب؟ قالوا له ما عنا كلام. كان الناس الذين كتبوا الكتاب لا يعوا ما يكتبونه، لأنه كان أعلى من كل فكر بشري. كش ممكن حدا يعي الكتاب بالكامل؟ بطرس الأولى 1 Peter chapter 1 verse 12 بيقول ليش الرب أعطاهم جزئيا المفهومات؟ لأنه لكل واحد كان يعطيه شوي شوي، لكن لحتى توصلنا نحن الفكرة الكاملة، نحن الذين نحيا في عصر الروح القدس، سكن الروح القدس، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. تعرفوا الملائكة عندما أعلنوا عن ولادة الرب يسوع المسيح في بيت لحم، أتوا لكي يعلنوا أنهم هم مبهورين أنه معقول عم يحصل اللي عم يحصل أمامهم. لكن نحن الآن نعي بالكامل، لأن عندنا الروح القدس الذي يفسر لنا كل هذه الأمور. دانيال، النبي دانيال المحبوب جدا، بيقول
وتجرأ وقال في دانيال 12:8 دانيال chapter 12 verse 8 بيقول هذه الكلمات. شوف دانيال بيقول وأنا سمعت شو وما فهمت. دانيال بيتجرأ وبيقول أنا ماني فهمان شو عم بيصير، ماني فهمان شو عم بيصير. فنشكر رب إنه نحن فهمانين وكل شيء كتب لنا، نحن الذين انتهت إلينا أواخر أواخر الدهور. أفكار هذا الكتاب أعلى من كل فكر بشري سلمت لنا، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. أقدر هذا الكتاب، صدقوني الملائكة تشتهي أن تعرف ما تعرفه أنت. وإشعيا كان بيشتهي أنه يفهم كل اللي أنت بتفهمه. عندما كتب إشعيا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ما كنش فهمان بعد شو بده يصير، ما كان فهمان. دانيال أنا سمعته وقال ما فهمته، لكن نحن نسمع ونفهم لأن الروح القدس هو لنا لكي يفهمنا ما نحتاج أن نفهمه. جون 16 verse 12 حتى التلاميذ تعرف قبل ما إجا الروح القدس ما كانوا فهمانين كل شيء. شوف شو قال لهم الرب، قال لهم إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم لكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. verse 13 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. عندما يأتي الروح القدس هو سيفهمكم. مرات كثير بطرس وكذا ما يفهموا، طب كيف بده يموت يقوم من الموت؟ لا مشان هيك بعد ما آمن الموت ما كانوا يصدقين، لكن الروح القدس يفهمنا الآن. في هذا الكتاب دقة عجيبة، مش رح أخذكم كتير كرمال الوقت، لكن أضع أمامكم مثلا قديش دقيق الكتاب. تعرفوا كلمة إلهيم التي ترجمت بالعربية بكلمة الله، دايما لما تيجي كلمة إلهيم بتعني علاقة الله بالخليقة المخلوقات الأشياء، ولما تيجي كلمة يهوى المترجمة بالرب تعلن علاقة الله بالإنسان. وشوفوا قديش دقيق الكتاب، في تكوين الإصحاح الأول بتجي كلمة إلهيم، لأنه في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال ليكن، قال الله ليكن نور. دائما تجي كلمة الله إلهيم تجي 35 مرة، لكن فجأة في الإصحاح الثاني تجي كلمة أخرى هي يهوى إلهيم أي الرب الإله، لأنه منذ ذلك الوقت خلق الله الإنسان فصار يتعامل معه كالرب كيهوى جيهوفا. إلهيم للأشياء لكن جيهوفا للإنسان، علاقة حميمة وطيدة بينه وبين الإنسان. شوفوا مثلا في تكوين 7-16 Genesis 7-16 مش هقدر أخذكم قديش دقيق هذا الكتاب، لكن بيقول المرنم لكل كمال رأيت حدا وأما كلمتك شو فواسعة واسعة جدا. بيقول بتكوين 7-16 شوفوا والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره شو الله. مين؟ إلهيم أمر الحيوانات أن تدخل، لكن مين اللي أغلق الباب على نوح؟ وأغلق الرب جيهوفا. بيتغير الموقف لما في علاقة مع الإنسان، بدل إلهيم بيصير جيهوفا، بدل الله بيصير الرب. أمين؟ إذا بتاخد الكتاب كله رح تتعجب قديشه دقيق وقديشه محكم وقديش كل كلمة لها معناها وكل اسم له مغزاه وكل ظرف له تفسيره وكل أمر، لأنه يا أحب الأبدية بنفسها ليست بكافية لكي تعلمنا كل ما في هذا الكتاب الذي يسمو ويعلو فوق كل فكر بشر. بس بكفي هالأب، لأنه شو بدنا نقول عن هذا الكتاب، لكن دعونا نقول باختصار أن هذا الكتاب له موضوع واحد وهو يسوع المسيح من البداية إلى النهاية، يتكلم عن شخص واحد. لهيك الرب يسوع في لوك 24 verse 27 لما ظهر ليمشي مع تلميذي عمواس
اللي كانوا ماشيين ورايحين مكتئبين قال لهم ثم ابتدأ من موسى مظبوط ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. كل الكتب تتكلم عن يسوع المسيح. شوف المسيح مرموز إليه في أسفار موسى، المسيح ممهد لمجيئه في الأسفار التاريخية، المسيح ما يصبو إليه القديسون في الأسفار الشعرية. في العهد الجديد نجد الحديث صريحا ومباشرا عن المسيح في الأناجيل، هو بيتكلم وبيتكلم عن موته وقيامته. في سفر الأعمال نجد المسيح المرفع في السماء الذي ما زال يعمل في الكنيسة. في الرسائل نجد الحق عنه، وسفر الرؤيا نجد المسيح في سيادته المستقبلية على الخليقة. كل هذا الكتاب موضوع الرئيسي هو واحد اسمه يسوع المسيح. من أسفار موسى إلى سفر الرؤيا يتكلم عن هذا. رموز في أسفار موسى، نبوات في كتب الأنبياء، مشاعر في المزامير، شخصه في العهد الجديد، ثماره في الرسائل. كل الكتاب نجد فيه وحدة أفكار تعلو عن فكر البشر. حكيم الإنسان اللي بيقول بدي أتعلق بكتاب الله، غني الإنسان اللي يغترف من هذا الكتاب كل يوم. بهنيك طباك إذا كنت من الناس اللي بيقروا بهذا الكتاب وبتتعلق بهذا الكتاب، وفي خطر عليك إذا ما تعلقت بهذا الكتاب. في ناس بيقولوا تحرف الكتاب، خليني بس أعطيكم كان فكرة كيف تجاوبوا اللي بيقولكم تحرف الكتاب. بدي قلكم لما حدا يسألكم تحرف الكتاب اسألوا أربعة أسئلة، قلوا له أول سؤال متى تحرف هذا الكتاب. شوفوا الكتاب ترجم إلى لغات عديدة في القرن الثاني الميلادي، يعني كان مترجم بكل اللغات المعروفة بهذاك الوقت. طب مين بده يروح يلحق يلقط كل النسخ بكل اللغات لحتى يحرفها؟ يعني إذا حرفوا نسخة ما في نسخ أخرى لم تتحرف، لا يمكن أن يكون قد تحرف الكتاب. ثم السؤال الثاني اللي نسأله لشخص بيقول تحرف هذا الكتاب مش متى بس، بنقله من الذي قام بالتحريف؟ شو رأيكم أسفار عهد القديم لو حرفوها اليهود حقيقة على القليل كان لازم يزيلوا عن من هذه الأسفار كل ما كتب سلبا عن اليهود. تعرفوا شو بيصفهم الكتاب لليهود؟ شعب شو؟ صلب الرقبة. يصفهم بكلمات صعبة جدا. طب لو يهودي بده يحرف كان عليه يشيل هودي، لو يهودي بده يحرف كان شال النبوات عن المسيح، عن موت المسيح، عن صلب المسيح، على اللي كان شال مزمور 22، كان شال إشعياء 53، كان شاله أشياء لحتى ما يدلوا على يسوع. لكن لم يتحرف الكتاب على يد اليهود، ولم يتحرف على يد المسيحيين. تعرفوا ليش؟ المسيحيين لو حرفوا الكتاب كانوا اصطدموا مع اليهود، لأن التوراة في التناخ أي في الكتاب اليهودي هي في الكتاب المقدس المسيحي. أي زيادة لا يمكن أن يتحرف هذا الكتاب. وبعدين كنيسة العهد الجديد كان في فروقات شوي، طوائف بلش تظهر، كل واحدة عم تراقب الثاني، فما بيخلوا حدا يحرف الثاني أبدا، ولا يمكن أن يكون أحد قد حرف هذا الكتاب. ثالث سؤال تسألوه لشخص بيقول تحرف الكتاب، اسألوا لماذا يتحرف الكتاب؟ طب شو النفع من تحريف الكتاب؟ وصراحة أن يحرف إنسان الكتاب بده يربح شيء، مش هيك؟ تخيلوا واحد بيزور لحتى يحط شيء مربح مغنم أو يهرب من شيء، لكن أن يحرف الكتاب شخص لكي يخسر حياته ويخسر أمور، شو معنى التحريف؟ آلاف ومئات الآلاف من الناس خسروا حياتهم لأنهم تعلقوا بهذا الكتاب، فلا يمكن أن يكون هناك قد صار تحريفا. وبعدين آخر سؤال بنسأل ماذا كان قبل التحريف؟ قبل التحريف شو كان فيه؟ تفرجونا الكتاب الغير محرف، وإنني ما كل النسخ تتشابه بعضها وبعض، وفي عصرنا الذي هو بلا إيمان أو ضعيف الإيمان الرب عطانا مخطوطات البحر الميت التي في ربيع 1947 اكتشفها أعرابي، هو عم بيروح وراء غنيمته، وهناك في تلك الكهوف اكتشف أن هناك مخطوطات مطابقة
حرفيا لما بين أيدينا، إنما فيه بين أيدينا هو ما كتب، وهذا الكتاب معصوم عن الخطأ. هذا الكتاب يعلو ويسمو عن أفكار البشر، هو كتاب الله الذي هو يسمو فوق كل أفكار الإنسان. وآخر أمر بتركه معكم وبختم فيه، هذا الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يلبي كل احتياجات قلب الإنسان. مش رح أترككم بكتير أشياء، لكن اسمعني، شو أنت محتاج موجود بهذا الكتاب؟ شو عندك حاجة عندك إياها بهذا الكتاب؟ شوف، المال بيشتري لك بعض الأمور، تروح شوبينج تشتري شوية أشياء بالمال، لكن المال لا يشتري لك السعادة. المال يحيطك بالمتملطين. تعرفوا إذا واحد ربح باليانصيب باللوتو، يا لطيف شو عنده أصحاب دغري ذلف نونه، أو أنت تقربنا أكيد. لكن بتعرف هذا الكتاب يحيطك بالصديق الحقيقي والأمين. المال بيسكت بعض المتهمين، لكن هذا الكتاب هو ما يسكت صوت وأنين الضمير. المال بيدفع بعض الديون الأرضية، لكن المال لا يكفي ليدفع ديون الخطية الأبدية. المال يعطيك عضوية في النوادي الأرضية، لكن هذا الكتاب يعطيك عضوية أبدية في السماء. هذا الكتاب يدخلك إلى السماء. غبي الإنسان اللي بيحب المال وبيبغض هذا الكتاب، حكيم هو الإنسان اللي بيكره المال لحتى يحب هذا الكتاب. تعرفوا الرب يسوع بالزمان شو قال لهم؟ قال بيعوا كل ما عندكم واشتروا لأنفسكم سيفا. يتكلم عن سيف الروح، عن هذا الكتاب. إذا كان هالكتاب بده يكلفك كل ما عندك، أفضل تروح اللي عندك وتجيب هذا الكتاب. شوف شو يقول المزمور، Psalm 119 verse 127، بيقول لأجل ذلك أحببت كلامك أو وصاياك أكثر من الذهب والإبريز. نيالك إذا كنت بتتعلق بهذا الكتاب بإسهاب. ستة أمور بيعطيك إياها الكتاب أنت تحتاجها. إن كنت خاطئ، هذا الكتاب بيدلك على المخلص. بيقول الكتاب متى 1:21، Matthew 1:21، تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. Matthew 1:21. إن كنت خاطي، هذا الكتاب يدلك على المخلص الوحيد الذي ليس اسم آخر وليس بأحد غيره. خلاص، Acts 4:12. وإن كنت قد ولدت ثانية، إن كنت قد ولدت ثانية، أنت تحتاج لهذا الكتاب لكي يغذيك وينميك في الإيمان. 1 Peter 2:2 يقول وكأطفال مولودين الآن لنشتهي، شو اشتهوا؟ اللبن العقلي العديم الغش، لكي تنمو به. وإن كنت في هذا العالم مرتبك، ومين منا مش مرتبك يا أحب؟ مين منا؟ How many people are sometimes confused by things in this world? What kind of leadership do we have? بيقول في مزمور Psalm 119:105، the famous verse، بيقول سراج لرجلي كلامك ونور بسبيل. أنا أحتاج إلى نور في هذا العالم، من سينير لي الطريق؟ هو هذا الكتاب. عند بعد بعطيكم واحدة أو اثنين، بيقول الكتاب المقدس هو الدفاع الوحيد ضد أساليب الشيطان. كيف سأحارب إغراءات إبليس؟ كيف سأحارب مثل ما حارب يسوع المسيح وهو في التجربة؟ بماذا حارب يسوع المسيح؟ تعرف شو حارب؟ بكلمة مكتوب. بعدين قال مكتوب أيضا. ليش؟ لأنه إبليس قال له طب مكتوب، عطى نص آية، قال له لا مكتوب، هيدا كملت الآية كمان. لحتى مش بس تتعلق بنص الآيات، تتعلق بكل الآيات. يسميه أفسس صح 6:17 سيف الروح الذي هو كلمة الله. وأخيرا وأخيرا أخيرا، الكتاب المقدس هو السبيل الوحيد إلى القداسة، إلى الهولينس، القداسة العملية. بيقول في يوحنا 17:17 John 17:17 قدسهم في حقك، كلامك هو حق. And then Psalm 119:9 بيقول بما يزكي الشاب طريقه،
بحفظه إياه حسب كلامك. How are the youth gonna continue in the way of holiness? With what shall a young man cleanse his way? بما يزكي بحفظ بيجي الشباب بحفظه إياه حسب كلامك. How can I كيف أستطيع أنا في هذا العالم الشرير أن أحفظ قداستي؟ يعني الشر من هذا العالم مش رح يصير، رح يصير يمكن بس لكن صلنا على الآخر، لكن كيف يمكن أن أحفظ قداستي بحسب كلام هذا الرب؟ Psalm 119 verse 11 the two verses after that بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ. بكفي أنا بعتقد حكينا كفاية عن هذا الكتاب. دعوني ألخص ما قلته. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يغير طبيعة الإنسان وفجأة. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يعلو فوق كل أفكار الإنسان. وأخيرا ولا آخرا هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يعطيك كل ما تحتاجه أيها الإنسان. كل احتياجك وين؟ بهذا الكتاب. نيالك إذا كنت بتعلق بهذا الكتاب، ما هو اختبارك؟ ما هو اختيارك؟ شو قولك؟ شو رأيك؟ شو رأيك؟ نتعلق بهذا الكتاب ولا بنتبع أساليب هذا العالم؟ بنتعلق بهذا الكتاب ولا بنقرأ أشياء أخرى مكتوبة في هذا العالم؟ نتعلق بمال هذا العالم ومنسعى وراء أموال هذا العالم وعظمة هذا العالم، ولا نتعلق بهذا الكتاب الأزلي الأبدي الذي يعطينا كل ما أحتاجه؟ طوباك إذا نقيت هذا الكتاب. تعرف الكتاب شو بيقول؟ بيقول من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. بس بترك لك هالآية فكر فيها. قال من آمن واعتمد شو؟ خلص. ومن لم يؤمن يدان. تعتقد هذا الكتاب رح يتغير؟ قال السماء والأرض تزولان وأما كلامي فلا يزول. هذا الكتاب أزلي أبدي، ما يقوله هو حق، وما يقوله هو صدق، وما يقوله هو بركة لك إن تعلقت به. دعونا نحن رؤوسنا بسنين. رب جابنا في هذا اليوم، في صباح هذا اليوم، لكي يرينا أن أفكاره ليست كأفكارنا. That his thoughts are not our thoughts. طوبانا إذا تعلقنا بأفكاره. Blessed are we if we hang on to his thoughts. مباركين إن غيرنا طرقنا إلى طرقه. Blessed are we if we change our ways to become his ways. According to his book. According to his word. Today, I don't know where you are in your walk with this book. Is this book your way? Have you begun with this book? Has it begun to work on you? Has it changed you and suddenly to a new creation? Blessed are you. If it hasn't, I'd like to urge you to come back, and come back even to one verse. He who believes and is baptized will be saved. And he who does not believe, shall be condemned. Your salvation lies in the word of that book. It tells you about the Savior. It tells you about the way out. And after salvation, your holiness lies in that book. Your defense lies in that book. Your enlightenment lies in this book. Your growth lies in this book. Blessed are you if you hang on to this book. And misery to you if you don't let go of this book. Do not let go of this book. Make it your habit. Make it your commitment. Make it your decision. I have hidden your word in my heart, lest I sin against you. How many people would say, this is my decision today, I will not let go of this book? Raise your hand. Father, we thank you this morning that you brought us to the one source, the only source, the greatest source of all blessings that are for us now and for us later. Help us never to forgo your book and to make it as the light
that will lighten our path day in and day out until we see you there in heaven. In Jesus' name. Amen. Amen.